مرحبا مواليد برج الجوزاء، كيف بده يكون شهر اكتوبر 2024؟ شهر اكتوبر اكيد افضل واريح لكم من شهر سبتمبر. الجزء الاول الاكبر من شهر سبتمبر كان ضاغط عليكم، هلا بالعكس الجزء الاكبر من شهر اكتوبر لصالحكم، بيساعدكم بيقويكم وما بيوقف ضدكم، بالعكس يتآمر معكم. الجزء الاول هو من تاريخ 1 حتى الساعه تقريبا 10 المساء التوقيت العالمي. الشمس موجوده ببرج الميزان الصديق لكم، في عندنا المشتري موجود ببرجكم، ففي تاثيرات حلوه، علما انه كوكب عطارد راح بيكون ببرج الميزان ايضا في الجزء الاول، وذلك حتى تاريخ 13، ففي نوع من مساعدة لكم، في دعم لكم خلال هذا الجزء. وبدنا نضيف له انه في عندنا كسوف للشمس، يعني في تاثيرات كثير كبيره لكم، لانه كسوف يعني القمر رح بيكون موجود بنفس البرج للشمس ببرج الحمل ببرج الميزان، لذلك في طاقات كثير مهمه بتاريخ 2، لانه طبعا القمر والشمس اثنيناتهم بمثلث مع برجكم بمثلث. اذا هذا الكسوف بالنسبه لكم جيد، بالنسبه لكم جيد. بينما القمر المكتمل رح بيكون بتاريخ 17 رح بيكون ببرج الحمل، منه ببرج هوائي لكنه ببرج ناري، رح بيساعدكم ايضا، رح بيضوي على كثير من الطاقات اللي عندكم اياها، رح يفتح بوجهكم امكانيه للتعاون مع جهات أخرى، مع أشخاص، ناس معقولة تساعدكم خلال فترة وجود القمر في برج الحمل رح أذكرها، وطبعا التأثير كتير مهم وداعم لألكم. أهم شيء بهذا الجزء وين بتفتح بوجهكم، بتفتح كل الأمور يلي تقريبا كل شيء جيد عندكم، كل شيء بيزبط، الجو حلو، الجو متقدم، الجو ايجابي، سهل، ميسر، في جو من الراحة، في جو من الانفراج، اللي كان تعبان، اللي كان متضايق، نوعا ما، ما بحس بهالضغوط مثل ما عاشها، مثل اللي عاشها بشهر سبتمبر. فجو حلو بيأمن لكم الارتياح، وبيأمن للأشخاص اللي فعلا مرتاحين عايشين ببلد ما فيه مشاكل، هي فترة رائعة وشديدة الحظ. بنروح للجزء الثاني الذي يبدأ بآخر يوم 22، الشمس بتروح لبرج مائي لبرج العقرب لآخر الشهر. هون في عنا تأثيرات لا بأس بها، لأنه أول شيء هذا القمر، عفوا هذه الشمس، هي بتدخل على بيت شغل عندكم، بيت اهتمامات، بتحسوا بتعب، بتعب سبتمبر وأكتوبر كله بينصب عليكم خلال هذه الفترة. في عنا لحسن الحظ، في عنا المشتري ببرجكم، وأيضا في عنا الزهرة رح بيكون ببرج القوس لحتى يساعدكم بتيسير أموركم المهنية والعاطفية وأي لقاءات، لكن رجاء لازم ضروري تروحوا على يوم من الأيام الأكثر حظا لتستفيدوا فعلا من الحظوظ الموجودة. الواحد بده يدور على الحظ، مش إنه يلا كل يوم مثل التاني، ما في يوم مثل التاني، بدكم تدوروا على الحظ، وانا رح اعطيكم الايام الاكثر حظا. على كل، بالنسبه لكم اذا باختصار، عم بعطيكم انا خلاصه، ما معناتها بس عم بحكي بشكل عام، انا اخذ قدامي كل التفاصيل، كل الكواكب، وعم بعطيكم الخلاصه، ما تعتلوا هم، شهر كتير حلو رح تنبسطوا فيه عاطفيا وماديا، وحتى طبعا عم بحكي بشكل عام، خاصة للأشخاص اللي عايشين ببلد طبيعي، يعني عايشين حياتهم بشكل طبيعي. إن شاء الله كل الناس وكل الأيام، والله يفرجها علينا بلبنان ووين ما كنتوا بالعالم. على كل، المواليد الأكثر حظا من الشمس هي مواليد حزيران يونيو، بتاخذ تأثيرات رائعة من 1 ل 22 أكتوبر. المشتري رح بيساعدكم 11 12 و13 حزيران يونيو بشكل مميز مش شوي. خلونا نشوف الأيام الأكثر حظا والتوقيت اللي بعطيكم إياه، توقيت عالمي، بتزيدوا 3 ساعات تاخذوا توقيت بيروت الصيفي. عم نحكي عن تاريخ 1 من الساعة 10 و3 المساء حتى تاريخ 4 11 ونص قبل الظهر. عندنا تاريخ 11 من الساعة 4 ونص بعد الظهر حتى تاريخ 13 8 المساء. تاريخ 19 القمر ببرجكم رائع من الساعة 8 المساء حتى تاريخ 21 الساعة 11 المساء. تاريخ 29 4 ونص الفجر حتى تاريخ 31 5 ونص بعد الظهر. بنروح للأيام الأكثر تعبا، بنروح لتاريخ 1
من الصبح حتى تاريخ 10 وثلث المساء، عندنا تاريخ 6 فترة متعبة من ال 11 ونص المساء حتى تاريخ 9 وثلث صباحا. تاريخ متعب هو تاريخ 13 من الساعة 8 المساء حتى تاريخ 15 8 ونص المساء، فترة فارغة من الحظوظ، كونوا حذرين. موال التاريخ 17 من 8 المساء حتى تاريخ 19 8 و10 المساء. عندنا تاريخ 26 من الساعة 4 إلى 10 بعد الظهر حتى تاريخ 29 4 ونص صباحا. تابعوني مع الأبراج اليومية والأسبوعية للمزيد من التفاصيل. باي باي.